لا توجد عبادة في الدنيا على وجه الأرض طواف إلا بهذا البيت، ولا توجد عبادة في الدنيا سعي بين غرضين إلا بين الصفا والمروة. إذن هذا شأن عظيم لهذا المكان، جعل الله له حرمة، فهو أكرم بقعة وأطهر بقعة وأحب البلاد إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين. وقد رفع قواعد هذا البيت إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وجعله الله عز وجل قبلة للمسلمين. فشأن هذا البيت شأن عظيم، وله تاريخ وله قصص. وقد ذكر الله عز وجل أصحاب الفيل لما أتوا لهدمه فماذا صنع الله بهم، وكيف عذبهم، وكيف نكل بهم. فهذا الأمر ما يدرك المسلم منه إلا أنه تعبدي. لماذا يبيت في مزدلفة؟ الأمر تعبدي. لماذا أيام التشريق يبيت في منى؟ الأمر تعبدي. إذا أتى يرمي الجمرات، شرعت إقامة ذكر الله عز وجل، لا لأن هنا في شيطان صغير وكبير ولا متوسط، لا، وإنما هذا لإقامة شرع الله عز وجل ولإقامة ذكر الله تبارك وتعالى.